يعني رفضنا ان احنا نتحدث في موضوع الاضراب او تعليقه، لكن وضحنا لسيادة الوزير ان المشكله بوضوح ان احنا محتاجين خطوه عمليه، محتاجين وزاره الصحه، مطلوب من وزير الصحه ان مشروع الكادر القانون يخلص وينتهي. الوزير رد علينا وقال لنا ان هو وزاره الدكتور هشام انديل ستنتهي من مشروع الكادر وتقدمه كقانون حتى اقصى شهرين من دلوقتي، وسيكون جاهز على مكتب رئيس الجمهوريه لاقراره. فيعني سياده الوزير كان بيجيب سيره الاضراب اكثر من مره. فاحنا طلبنا منه طلبين. الطلب الاول ان هو ما يتعرضش للمضربين، والطلب الثاني بوضوح قلنا له ان اي محاولات يعني للقضاء على الاضراب او اثناء المضربين لن تؤتي استمارها، وان المشكله لن تنتهي الا باقرار قانون الكادر عشان يبقى الكلام واضح. الحقيقه برضو سياده الوزير كان عندنا صوره ذهنيه عن شغل الاطباء مستمره عن سياده الوزير، لكن الحقيقه الوزير اثبت لنا في الاجتماع دوت عده حاجات ايجابيه. هو مستمع جيد الحقيقه، قال لنا ان هو مدرك جيدا لكل المشاكل اللي احنا عرضناها عليه. لم يتبقى لنا ولسياده الوزير الا خطوه عمليه واضحه على الارض. اللي انا بعتبره دلوقتي هو يعني المطلب الاساسي لاضراب الاطباء، الا وهو سرعه اصدار قانون الكادر حتى وان تم تطبيقه على مراحل حضرتك. يعني احنا ما عندناش اي مشاكل ان هو يقول لنا انا هطبق الكادر على مرحلتين، هطبق الكادر على 3 مراحل. جموع الاطباء وشباب الاطباء ليس عندهم اي مانع، بل على العكس سياده الوزير حتى قال لنا احنا ممكن المرحله الاولى ما نطبقش 30 او 40% من الكادر، لا احنا نطبق في المرحله الاولى الكادر كاملا على شباب الاطباء، وفي المرحلة الثانية على الأخصائيين القدام، وفي المرحلة الثالثة يضاف الاستشاريين. كل ده كلام جميل جدا، بس عايزين بس انتوا عايزين مواعيد محددة. ينقصوا طبعا جدول زمني واضح. وانا شايف حتى ان شهرين ديت، انا قلت سيادة الوزير شهرين ده مدة طويلة، يعني يكفي جدا شهر ان المشروع يخلص. يعني ما اعتقدش ان القانون ممكن ياخد من وزارة باكملها زي وزارة الدكتور هشام انديل هذه المدة الطويلة. لا، هو الموضوع أكتر في الفلوس يا دكتور، يعني مش بس في الفلوس. ليس لدينا مشكلة في الفلوس حضرتك، احنا قلنا الفلوس لو جدول زمني واضح يعني ينزل القانون. على فكرة في شق إداري كويس جدا في الكادر، ده برضو الأطباء بيطالبوا بيه. ولما ينزل القانون متضمن الشق الإداري يطبق فورا حضرتك، والشق المالي هيقول لنا مثلا السنة الجاية هنطبق 40% أو 50%، والسنة اللي بعدها هنطبقه كله. جموع الاطباء هيبقوا راضيين تماما عن هذه. لا، وزي ما كنا بنتكلم قبل كده لما فتحنا الملف ده، انه مش بس بنتكلم في يعني زياده رواتب الاطباء وتحسين الحاله او الحياه المعيشيه بالنسبه لهم، لكن تحسين المنظومه كلها، منظومه الرعايه الصحيه والخدمه الطبيه المقدمه للمواطن. بشكرك دكتور عبد الرحمن جمال، مقرر لجنه الشباب بنقابه الاطباء. شكرا لحضرتك.